أعزائي صباحكم سعيد. نحو مجتمع صحي آمن هو شعار مؤتمر الطبي العلمي الدولي الثاني لمستشفى النديم اللي رح ينطلق أعماله إن شاء الله صباح اليوم الساعة 11 تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن. للحديث عن هذا المؤتمر والأوراق العلمية المقدمة معنا اليوم بها الصباح رئيس المؤتمر دكتور بسام شلول. صباح الخير. صباح الورد الجميل. صباح الخير. ورئيس اللجنة العلمية العميد الطبيب دكتور عوني معايا على صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير ستي. سعيد جدا أكون موجود معك اليوم وكل الأيام اللي أنا بكون فيها معك وبكون محظوظ جدا. الله يخليك. أهلا وسهلا فيكم. بداية دكتور بسام بدنا نحكي عن المؤتمر. هو المؤتمر العلمي الثاني. أهمية هالمؤتمر وإيش أهم الأوراق العلمية اللي رح يتم مناقشتها؟ يا ستي بهذا الصباح الجميل أو صباح الخير لكم. صباح الخير لهذا الوطن. صباح الخير لقائد هذا الوطن. وبتعرف إحنا نعيش بمناسبات وطنية عزيزة. فلا سعنا إلا نقدم التهنية والتبريكات لقائد هذا الوطن بهذه المناسبات. ستي إحنا تماشيا مع سياسة وزارة الصحة لدعم مسيرة التعليم الطبي المستمر طبعا ونفس الوقت مساعدة ودعم المؤتمرات خارج المحافظة خارج العاصمة. فإحنا طبعا هذا تكمل للمؤتمر الطبي الأول كان العام السابق. فإحنا هنا بنناقش أكثر من 200 ورقة علمية في هذا المؤتمر من جميع القطاعات الصحية الخدمات الطبية من الجامعات ومن وزارة الصحة. فإن شاء الله طبعا هذا المؤتمر سوف يكون دعم لأطبائنا وما هو جديد في أبحاث العلمية الطبية إن شاء الله. إن شاء الله دكتور عوني أهم عادة المواضيع اللي تطرح بالمؤتمر وهذا المؤتمر الثاني وكان لكم تجربة قبل هيك بالمؤتمر الأول. يا ستي أول إشي بدي أنتهز هاي الأيام أيام الأعياد الوطنية لأرفع لجلالة الملك وللأسرة الأردنية وللأسرة الهاشمية أحلى التهاني والتبريك بهذه الأعياد متمنيا لجميع لوطننا الحبيب ولقيادتنا الحبيبة كل عز وكل فخار وكل مجد إن شاء الله دائما. سيدتي بالنسبة للمحاور كان مؤتمر علمي بحث طبي جميع الاختصاصات الطبية مطلوبة. حاولنا في هذا المؤتمر أنه نضيف على هذا المؤتمر بالإضافة للأمور العلمية والطبية أشركنا معالي الدكتور فيصل رفوع رئيس قسم الدراسات في الجامعة الأردنية وخلينا في محاضرات عن متطلبات الوطن خلينا نحكي العنف الجامعي عن الإرهاب عن المخدرات. فهذا المؤتمر يعني يتميز بشقه الاجتماعي والعلمي وبالإضافة زي ما حكيت لجميع التخصصات الطبية المطلوبة وبالإضافة للصيدلي وبالإضافة للتمريض وبالإضافة لكل المحاور الطبية المعروفة. دكتور بسام يعني انتم مؤتمر ثاني وكان في مؤتمر اول وخرجتوا بتوصيات وقدم بعض الابحاث العلميه مثل هاي الابحاث اللي قدمت بالمؤتمر الاول والتوصيات اللي خرجتوا فيها الى اي مدى تم تطبيقها او استفدتوا منها؟ طبعا احنا توصيات المؤتمر الطبي الاول اللي صار العام السابق كانت توصيات عمليه الاستمراريه في طبعا تقديم مؤتمر ثاني وان شاء الله ثالث. فهذه من التوصيات انه كل سنه ان شاء الله نعمل هذا المؤتمر. طبعا هذه الابحاث هناك في طبعا وجهات نظر في كل بحث طبي كان موجود. فاحنا الابحاث وهذه وجهات النظر طبعا على بحث علمي معين فهناك في طبعا هناك اذا في اي مستجدات فكل الاخوان بيتقدموا وبيستفيدوا منا اطبائنا المشاركين في هذا المؤتمر. وبنفس الوقت احنا كان من التوصيات مشاركه عدد اكبر مثل ما حكى الدكتور على احنا شاركنا جميع القطاعات يعني من صيدله من اطباء اسنان من تمريض ما يكونش بس للاطباء لانه المستشفى هو مكون من جميع هذه الكوادر الطبيه. فاحنا قمنا طبعا في مشاركه هذا العدد الاكبر يعني 200 ورقه علميه يعني هم مش من قليل 220 ورقه علميه اللي هم موجودين فهذه طبعا كل هذه طبعا كان من توصيات المؤتمر الاول. فإذا كان أي شيء مستجدات جديدة طبعا إحنا ذو الخبرة في ناس هناك ذو خبرة فكنا هنا يعني نشارك هذول الأخوة حتى نصل لطبعا الهدف من هذا إنشاء هذا المؤتمر وإقامته. الحمد لله. سبيني لحد الآن وأنا جاي باتجاه الاستوديو إنه الناس لحد الآن بتصلوا بتهم يسجلوا أوراق علمية جديدة.
يعني هو جميل الإقبال أساسا على المشاركة بالمؤتمرات، يعني لأنه الحمد لله أبحاث هاي المفروض أن نستفيد منها بالآخر. بالضبط، وكمان زيادة عن هذا كمان إحنا كأطباء في وزارة الصحة وبالخدمات الطبية الملكية إحنا بحاجة طبعا لهناك ساعات اعتماد ساعات معتمدة مشان الترفيعات كان وزارة الصحة والخدمات الطبية والتصنيف الفني الوظيفي، بتلاقي دائما بتلاقي طبعا مشاركين أكثر. دكتور، لما بنقول احنا ابحاث علميه الشعار تبعكم نحو مجتمع صحي آمن، نعم. كيف بتجسد الابحاث هذا الشعار؟ يعني كيف الارتباط ما بين الشعار والابحاث؟ يا ستي، اهم شيء بالامور العلميه والطبيه التطبيق. اذا مشينا حسب الخطه العلميه المرسومه اكيد رح نصل لنتيجه علميه اكيد ممتازه وكويسه وزي ما بدنا. يعني في نقطة حاب أنوهلها، أنه مشترك معنا من تقريبا 7 دول خارج الأردن، هي خلينا نحكي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الجزائر، السويد، فلسطين، العراق، عمان، العراق. ويعني سعيدين جدا بهذا الكم، وبنتامل انه الامور تزيد اكثر واكثر ان شاء الله. يعني احنا لما نطبق الإضافة طبعا الدكتور عوني، احنا طبعا هون في النهايه الهدف لتقديم الجوده وتقديم الخدمه الافضل، هي في النهايه الهدف. فاحنا ان شاء الله في هذه يعني هي النتيجه لهذه المؤتمرات. يعني هل هو يعني موجه اكثر للمستشفيات الحكوميه المؤتمر او الابحاث العلميه؟ لا، هي لكل القطاعات الصحيه، لكل القطاعات، بس احنا اقامته هذا كمستشفى، يعني احنا الابحاث هي مقدمه بس من اطباء. هل هناك شروط كان في تقديم الابحاث، انه عدد سنوات خبره او تخصصات؟ لا 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 لا، اي طبيب اي كادر طبي ممكن يقدم. فهناك طبعا بعد تقديم هذه الاوراق هناك في لجنه، اللجنه هي اللي بتعمل طبعا تدقيق على هذه الابحاث، هل هي على هذا المستوى او لا. فكانت التقديم اكثر من 340 ورقه علميه، فلكن من 340 طبعا اخترنا فقط طبعا هذه نشاطات اللجنه العلميه. انه كان عندنا فوق 20 طبيب باللجنه العلميه، وكلهم صدقيني تعبوا وكلهم اشتغلوا وكلهم يعني دققوا. يمكن نقطة مهمة بتهمني دكتور، يعني احنا لما بنقول انه انت عم تقدم ابحاث علمية، هل هي حرة كل واحد بيقدم بحث بشكل اللي بشوفه مناسب، او هو بيختار الموضوع، او انه كان في يعني زي ما نقول مفهوم معين، او من ضمن الشعار مثلا مواضيع معينة التركيز عليها بالابحاث، هل يشترط فيها كان اشي جديد مثلا، اكتشاف اشي جديد؟ ايش الشروط اللي كانت للمعايير الابحاث؟ هو ما كان خلينا نقول في معايير محدده، يعني كنا معطين حريه للدكتور او للباحث انه يبعث باي شيء على قلبه، باي شيء بفكر فيه، باي شيء درسه، باي شيء بحب يبحث فيه او يقدمه. طبعا نفس الشيء احنا هنا في عندنا تعليمات من وزاره الصحه، واتوقع كمان جميع القطاعات، انه لا يكون هناك بحث متكرر، يعني يكون بحث موجود يرد يقدمه مره ثانيه. ايوه، هو بحث جديد، هو منه طرف الخاص، مش يجي يكون طبعا ناقله من محل ثاني ويجي كمان يقدمه. فهذا كانت من شروطات، عشان هيك حاطين لجنه تدقيق هذه الاوراق العلميه. يعني هاي كانت من الشغلات الجرميه الكبيره اللي احنا كنا ضدها. دكتور عون، بما انك يعني حضرتك رئيس اللجنه العلميه، لما الابحاث قدمت هل حسيت انه هاي الابحاث قديش ممكن تفيد المجتمع، قديش ممكن احنا نستفيد منها بالرعايه الصحيه، قديش ممكن تطبيقها بالمستشفيات؟ صدقيني يعني كل فكر علمي ما دام ذكر او ما دام اجى على فكر الواحد ومخ الانسان معناته مفيد، ومعناته سهل تطبيقه، ومعناته إذا طبق أعطى نتيجة كويسة إن شاء الله. دكتور، المؤتمر اليوم وبكرة إن شاء الله على مدار يومين، إحنا على مدار يومين إن شاء الله الافتتاحية الساعة 11، طبعا بعد 11 في عنا ابتداء من طبعا النقاشات الأوراق العلمية من الساعة 2:30 حتى الساعة 8. وحاليا اليوم بلش صشن الأسنان، وإحنا بدينا طبعا من الساعة 8 طبعا هناك مناقشة الأوراق من أطباء الأسنان، وغدا إن شاء الله طبعا صباح ومساء،
يعني فاتحين اكثر من يعني قاعات مشان المحاضرات حوالي 4. كيف رح تلحقوا ال 220 بحث يعني حتى طبعا بالضبط احنا طبعا احنا اليوم لانه في عندنا قاعات طبعا احنا بنشكر طبعا الجامعه الالمانيه على هناك الافتتاحيه يعني هناك الافتتاحيه هناك الافتتاحيه فاحنا فاتحين اكثر من قاعه 4 قاعات صباحا 4 قاعات مساء واليوم وبكره فيعني بتوقع انه يكون رح يقدم بكل قاعه تقريبا كل قاعه يبقى اقل شيء رح يقدم من 20 20 يعني راح اعطى 10 دقائق لكل باحث 10 دقائق يعني من 15 ل 20 واحنا هناك اذا كان بحاجه لفتح قاعه اخرى حاطين يعني احنا حاط 6 قاعات طبعا هو جامعه وموجود فيها القاعات احنا باحتياط الابحاث بعد المؤتمر بعد ما نخلص طبعا هي عندنا الكتيب وبعديها ان شاء الله هناك كمان نعمل هناك طبعا هناك اللجنه اللي بتقوم بعمليه التوصيات والتوجيهات في نهايه هذا المؤتمر ان شاء الله هذا الكتيب الملخص طبعا الاوراق العلميه دكتور لاي مدى بتحس انه احنا يعني كثير بنعمل مؤتمرات وكثير بيكون في ابحاث وابحاث محكمه لاي مدى احنا عم نستفيد منها يعني خصوصا لما بنحكي عن الابحاث الطبيه لانها كثير مهمه انه يعني ما تذهب أدراج الرياح وتكون مجرد تقديمها للمؤتمر ولأغراض يعني الترفيه والتصنيف وغيره لكن قديش مهم إنه هاي الأبحاث إحنا نستفيد منها بالأردن بالمجال الطبي صدق يعني إحنا نشكر الله إنه إحنا بالأردن يعني دولة وصلنا درجة متقدمة يعني في الوطن العربي وفي العالم بدليل انه اغلب الباحثين واغلب الدكاتره العالميين بيختاروا انهم يجوا على الاردن ويساهموا في مؤتمراتنا بتصور انه احنا بنستفيد بدليل انه العلم بتقدم الطب بتقدم وانه يعني حتى اطبائنا يعني صاروا يبدعوا وصاروا يخترعوا وصاروا يكتشفوا فهاي بتصور من نتائج المؤتمر هل بيكون في تنسيق مع هيئه البحث العلمي لتقديم مثلا مثل هاي الابحاث يا ريت يكون في تنسيق يا ريت انه يكون في تنسيق ويكون هو طبعا في تنسيق بس لازم يكون هذا التنسيق على مستوى وبدقه وبتواصل ان شاء الله في كمان محاضرة تذكارية ايش المقصود طبعا احنا محاضرة تذكارية هاي من قبل طبعا نقدمها الاستاذ الدكتور عبد الله عويد العبادي عن الخلايا الجذعيه الجديده وهذا طبعا الخلايا الجذعيه هي علم متقدم ان شاء الله فهي طبعا هي من قبل الدكتور الاستاذ ان شاء الله طبعا بنفس الوقت احنا لا يسعنا الا نشكر طبعا كل من ساهم في هذا في انجاح هذا المؤتمر يعني من قريب او من بعيد من كل الزملاء اللي شاركوا جميع الاخوان وجميع الأطباء اللي شاركوا في جميع اللجان الطبية يعني أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يعني وزارة الصحة مشاركة معكم كمان طبعا الأساس هي طبعا وزارة الصحة لأنه هو المستشفى الحكومي مستشفى النديم هو من وزارة الصحة بدي أتمنى لكم كل التوفيق في مؤتمركم الطبي العلمي الدولي الثاني اللي لمستشفى النديم الحكومي واللي راح يبدأ أعماله اليوم وغدا كل التوفيق شكرا كثير لكم معنا بصراحه احنا كمان نشكركم نشكركم ان شاء الله شكرا لك سعيد جدا بوجودنا بينك وسعيد جدا انه اعطينا فكره عن المؤتمر وبتمنى يا ريت اكبر عدد ممكن من اهل مادبا واهل الاردن من هذا هي يعني بهذه المناسبه طبعا ندعي كل الاخوان خاصه اطبائنا وزملائنا وخاصه موجودين في محافظه مادبا لحضور هذا المؤتمر يشرفنا حضورهم ان شاء الله كل الشكر شكرا اهلا وسهلا اعزائي متواصلين معكم خليكم معنا